طب يا اخوانا، بكره ان شاء الله نازل في مصر فيلم بلاك ادم اخيرا بعد طول انتظار، وهينزل في السعوديه ان شاء الله يوم 20 اكتوبر بعد بكره. الفيلم انا متحمس له جدا، متوقع ان شاء الله انه مش هيبقى عظم قوي، بس على الاقل هيرجعنا الافلام الابطال الخارقين الحلوه، بطل بقصه حلوه بيهزم شرير قوي وخلاص، من غير بقى كوميديا زياده ولا اجندات ولا هري كتير. تقدر تحجز تذكره الفيلم دلوقتي على موقع السينما، او تقدر تخش عادي مش لازم تحجزها اصلا. قول لي انت رايك في الكومنتات، وبيس.